لم يسبق لها مثيل في تاريخ مصر. أصدر النائب العام المستشار عبد الرحمن اسمك ايه؟ قرارا بحبس نوار. طب ما تيجي نسافر. نروح فين؟ اي حتة. ونسيب مصر. انا فعلا كبرت، صحتي ما بقتش تستحمل ولا برد لندن ولا حر دبي. انت بتسمعش على النهب والسرقه اللي في البلد اليومين دول؟ انا بس خايفه اموت على سهوه، ما تلاقيش شويه ميه في البيت تغسليني بيهم. طب ايه رايك بقى ان اسامه بيدا ابن ناس غلابه زيي وزيك؟ ما حسيتش بحد دخل الفيلا؟ لا يا بنتي. ليه هتعملي ايه بالفلوس لما تاخديها يا نوارة؟ انت زعلان عشان اتأخرت امبارح. طب اعمل ايه؟ مش شغلي. انت دخلت هنا ازاي؟